وكنا بنتكلم من بداية الحلقة عن الأرقام، وفي أرقام هو يعني أرقام يا إما كده تعليق يا إما فالأرقام يا جماعة احنا بنهتم بيها قوي. في بقى يا سما مش أرقام، في دقايق حياتية. ومن الدقايق الحياتية دي الحقيقة يعني هي الدقايق إن الواحد يعرف يستفيد بيها في النوم. يعني الدقيقة يعني كان نعرف يقولك وقت الحروب والدقيقة لا، ده هو وقت النوم. يعني الدقيقة بقى بتفرق. يعني مثلا انت مثلا هقولك يعني الألارم كم مرة بتظبطيه علشان تصحي للشغل؟ بص، هو الناس كلها بتظبط ألارم، انا ما بظبطش ألارم. انا في تعريفة الساعة 10 عندنا 10 الصبح، اللي هو تعريف هي تعريفة الساعة 10 اللي هو ماما تدخل تفتح الباب، هو ده اللي بيحدد لي يومي هيبقى ماشي ازاي. يعني لو فتحت الباب والباب اترزع في الحيطة خلاص اليوم اتقفل. انما الساعة 10 ما اعرفش، انا شغلي 4 ما اعرفش بتصحيني 10 ليه. فاقول لها طب بصي 10:05، طب 10:15، طب 10. فماما بالنسبه لي هي السنوز بتاعي اللي كل شويه تدخل، وفي الاخر بقى بقوم يعني مش حابه اقول على الهوا انا بقوم ازاي، بس يعني يعني شغل امهات بقى. ففي صوت عالي وفي، فما هحتاج السنوز في ايه ولا هحتاج الموبايل في ايه. يعني شوفي احنا كنا بنتكلم في ده وبقول لك انا على ده وانا ما بعملش كده خالص. يعني انا انسان ممكن ابقى عجيب جدا لان انا ما بظبطش. يعني هو مره واحده وفي الحمد لله في اصرار ان انا اقوم بعد المره دي. لا والله ده من زمان. ليه بقى؟ لان انا لو عملت حاجه تاني استحاله. يعني لو هو قاعد يعيد نفسه بقى الارقام وزودت الدقايق، والله لو ايه مش هصحى. انا عارف نفسي. يعني انت قوي الشكيمه كده مع الالارم بتاعك. هو مش قوي الشكيمه قوي لان بقوم ببقى مدروخ. يعني هو اقوم كده ببقى ايه يعني بحاول. ده كلنا كلنا بنحاول ومعظمنا بيفشل. فخلينا نسالكم بقى نفس السؤال، بتظبط الالارم بتاعك على يعني كم مره؟ اللي هو السنوز اللي موجود على موبايلك بيبقى كم مره عشان تقدر تقوم من على السرير وتبتدي يومك؟ على 105.3 رقم الاس ام اس. ساعه قبل النوم، حاول نفتكرها مع بعض.